السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معصومة في البيت البسيط. سامعين القرمشة والحاجات اللي انتوا شايفينها دي؟ احنا النهاردة بقى قلنا نعمل وصفة مقرمشة كده وطرية وحلوة وجميلة، حاجة كده بتدف في البق دوبان. شايفين الخلطة من جوه والحاجة مش ممكن. قلنا نعمل الفطير الشرقي بطريقة سهلة كده وبسيطة وزي بتاع المحلات وأحلى، وهقولك على التكات بس خليكي معايا وتابعيني. يلا تيجي نشوف الطريقة، يلا بينا يلا بينا. وعلى بركة الله وهنسمي بسم الله وهنجيب لفة جلاش، بس لو انت حطاها في الفريزر طلعيها طبعا قبليها بساعتين تلاتة عشان تلحق تفك وتشتغلي فيها كويس. وهنجيب كمان هنا فلفل الوان وهتقطعيه صغير، وهتجيبي هنا كمان انا جايبه لحمه مفرومه يدوبك عزقتها ببصلايه وحطيت اللحمه بتاعتي وبشرت عليها جزرايه. الاصفر ده جزر، لما بتبشري الجزرايه كده وتحطيه بتبقى حلوه قوي في الحشوات بتاعه الفطاير والحاجات دي، بس ما تكتريش يعني، جزرايه واحده كده تبشريها وتحطيها. وحطيت نص كوبايه من الطماطم وسبتهم بقى يستووا مع بعض عشان ما تزوديش بردك من الطماطم، عشان عايزه يا دوبك تاخد لون احمر خفيف بس. وبعد ما استوت حطيت نص معلقه من الفلفل الاسمر ورشه ملح، مرضتش ازود عشان انا لسه هحط مجموعة الجبن اللي انت شايفاها دي، لسه هحط جبنة شيدر وجبنة رومي، وادي كمان جبنة موتزاريلا، واربع معالق من السمنة سيحتهم عشان هدهن بيهم الورق. وكمان انا جايبة هنا كوباية من اللبن ونزلت عليها ببيضاية، ونزلت بمعلقة كبيرة من الزبادي او الياغورت، عشان الطبقة اللي انا هعملها دي هتخليلي الفطير بتاعي مورق وحلو. وعشان اضيع زفارة البيت نزلت بمعلقة صغيرة من الفلفل الاسمر وربع المعلقة قرفة، ما تقلقيش من القرفة خالص، وجميلة وحلوة وحطيها ما تقلقيش، مش هتعمل اي حاجة خالص، بس هتضيع لك زفارة البيت. وتبدأي تقلبي الخليط ده كله كويس. طبعا لو تلاحظي انا ما حطيتش ملح، ليه؟ لان انا اكتفيت بالملح بتاع الجبن، لان انا لو حطيت ملح مع الجبن كمان هتبقى ملحة قوي فمش هتعرفي تستطعمي، فعشان كده انا شايفة ان هي كده كفاية وكويسة يعني. بس لو انت حابة تزودي ربع معلقة من الملح صغيرة وبتحبوها ملحة قوي حطي، بس هي كده كفاية جدا. انا دلوقتي زي ما انت ما شايفة حطيت طبقتين من الجلاش ودهنت من كل طبقة وطبقة سمنة، وبعدين جبت طبقة تالتة زي ما انت ما شايفة تنيتها من النص وحطيتها بالطول، يبقى دي طبقة جلاش متنية من النص وحطيتها بالطول ودهنتها سمنة عشان دي اللي انا هحط عليها الحشوة زي ما انت ما شايفة كده. يبقى انا كل اللي حطيته دلوقتي تلات طبقات بس من الجلاش، طبقتين فردتهم وطبقة تانيتها وحطيتها، وبدأت حطيت جبنة موتزاريلا وحطيت حبة من اللحمة المفرومة بالجزر اللي انا بشرتها وحطيتها. طبعا ممكن تحطي فراخ مكان اللحمة، ممكن تحطي لانشون، ممكن تستكفي بالجبن بس، بصي حطي اللي يعجبك. وبعدين هنجيب شريحة من الجبنة الرومي ونفركها زي ما انت ما شايفة كده على اللحمة بتاعتنا. وكمان هتجيبي جبنة شيدر، دي جبنة شيدر صفرة بردك، هبدأ ان انا اقطعها على الحشوة بتاعتنا، عشان كده انا مرضتش احط في اللحمة المفرومة ملح كتير، يدوبك حطيت رشة خفيفة، ومرضتش احط في اللبن عشان ما يملحش مني. وتبدأي تاخدي الفلفل اللي احنا مقطعينه دوت وحطيناه، طبعا يعني انت لو عايزة تحطي بزيادة حطي، انا حاطه بخفيف لان احنا بنحبش الفلفل قوي، لكن انت لو عايزة تحطي كتير حطي، ولو عايزة تحطي كمان فلفل اخضر حطي. وطبعا دي جبنة بردك شيدر حمرة بتدي شكل وطعم حلو. يبقى انا حطيت تلات انواع من الجبن، وبدأت احط كمان جبنة موتزاريلا، يبقى انا حطيت في القعرية جبنة موتزاريلا وحطيت كمان فوق على الوش. طبعا تقدري تعملي الخلطات اللي تعجبك. كمان بقى بيقولوا الميونيز والكاتشب غالي، فانا قلت بصراحة احنا في البيت البسيط، فانا اشتريت باتنين جنيه زي ما انتم ما شايفين كده، الاربع اكياس بجنيه من الكاتشب او من الميونيز، فانا اشتريت باتنين جنيه بقى وخدت كيسين زي ما انتم ما شايفين كده وفضيتهم، بيدوا شكل حلو بردك وطعم. اللي عايزه تستغنى عن الخطوه دي تستغنى براحتكم يعني، بس بصراحه بتدي يعني طعم حلو.
واحنا مش مكترين، ده هو كيس صغير من هنا ومن هنا. وبعدين تبدأي تاخدي شريحة تاني من الجلاش وتفرديها بقى خالص. يبقى احنا كده دي الطبقة الرابعة من الجلاش. يبقى انا فردنا طبقتين وطبقة تنيناها من النص وحطيناها عليها الحشوة، وادي طبقة رابعة فردناها. وفي الطبقة الرابعة دي تبدأي تحطي بقى سمنة الاول، وبعدين تحطي شوية من اللبن اللي احنا عملناه، وبعدين تحطي طبقة خمسة تدهنيها بردك من السمنة، وتبدأي تدهني بردك من اللبن، لان هي دي تعتبر اخر طبقة خلاص. احنا مش هنحط طبقات تاني من الجلاش، هي الفطيرة بتاعتنا بخمس ورقات بس. وهو ده السر بتاع المحلات، ان ما بيحطش عجين كتير، ما بيحطش طبقات كتير، عشان كده بتحس ان الحشوة اللي جوه باينة. وتبدأي بعدين انت ما غرقتيها كده باللبن كويس، تطبقي الحروف زي ما انت ما شايفة كده، وتعمليها زي ايه يعني فطيرة مدورة. بصي تبدأي بقى تجيبي الطروف كلها، عشان كده لو الجلاشة بتاعتك مقطوعة او حاجة ما تقلقيش. بصي بنطبق كله على بعضه وكله بيتدارى. وتبدأي تاخدي بردك خليط اللبن بتاعنا وتدهني الوش كويس جدا، لان هو دوت اللي هيديها يعني يخليها طرية ويخلي الوش بتاعنا يحمر. فانت تدهني كويس جدا، فعشان كده خلي بالك احنا بنزودش الطبقات، لان بتاع الفطاطري ما بيزودش يعني بيحطش عجين كتير، فتحس ان الحشوه باينه وفطيره حلو ومميز. هي دي الميزه اللي بيميزها عننا، ان احنا بنزود في الطبقات. لا ما تزوديش حتى العجين بردك، ما تزوديش في العجين، هي طبقتين اتنين. بعد كده تجيب الصينيه زي ما انت ما شايفه وتدهنيها وتقلبي عليها الفطيره بتاعتك. يبقى انا الفطيره اللي انا كنت عاملاها على الوش قلبتها على وش الصينيه. وتبداي تاخدي بقى الوش من فوق وتدهنيه بردك من اللبن دهنه زي ما انت ما شايفه كده. طبعا انا الفرن بتاعي على درجه 180 سخن وشغال. هتبداي تدخليها على الصاج من تحت، والشوايه كمان مفتوحه، يا دوبك بالظبط 10 دقايق ما تكتريش عشان ما تنشفش وتتحرق منك. وادي بردك فطيره تانية هنعملها بنفس الطريقه. بردك جبنا ورقتين من الجلاش ودهنهم سمنه، وجبنا طبقه ثالثه يعني قسمناها يعني تنيناها بالنص وحطيناها وحطينا عليها الحشوه. انا هنا بقى حبيت احط كمان زيتون، انا نسيت احط في الفطيره الاولانيه، فقلت احط بقى في دي زيتون. انت عايزه تحطي زيتون اسود اخضر بردك بيديها طعم حلو. وتبداي بردك تحطي المايونيز وتحطي الطبقه بتاعت الجلاش وسمنه ولبن، وبعدين الطبقه الثانيه بردك تحطيها وتحطي سمنه وتحطي لبن. مهم جدا ان انت تدهني اللبن ده كويس جدا، عشان هو ده اللي هيخليها من جوه طريه وحلوه. وتبداي تدهني الوش وتطبقي زي ما انت ما شايفه، وتحطيها في الصينيه وتحطيها في الفرن. وادي الفطيره الاولانيه طلعت ما شاء الله بقى، بص جماله يا جماله، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده وهم والله، الريحه خطيره. ومش عايزه اقول لك، بصي بقى من فوق الطبقه دي مقرمشه، ومن جوه بصي طري خالص من جوه بصراحه، يعني حاجه كده مش عايزه اقول لك، خطير ما شاء الله عليه. وما خدش مننا وقت. وبصي بقى الحشوه باينه ازاي، عشان الطبقات قليله، لكن انت لما بتحطي الطبقات كتير بتداري الحشوه بيبانش. بصي بقى الفلفل مع الجبن مع يعني عامله شغل خطير. بس انا بصراحه ما ادتنيش المطاطيه، عشان انا الجبنه الموتزاريلا بتاعتي للاسف طلعت من النوع السيء شويه، فعشان كده ما ادتنيش المطاطيه. لكن هي لو كانت من النوع الحلو كانت عملت شغل حلو يعني. فانت حاولي تجيبي نوع كويس عشان تديكي المطاطيه المطلوبه زي ما انت ما شايفه كده بقى. وتحطي مايونيز من على الوش، يا سلام، ولا بتاع الفطير احلى من بتاع الفطير كمان، وما خدتش مننا وقت. شوفي بقى الجمال، وادي الفطيره الثانيه طلعت بردك. بصي مفيش 10 دقايق وتطلعيها، خلي بالك عشان ما تنشفش. بصي بقى يا جمال ويا جمال، بصي بقى دايبه كده خالص، شايفه الخلطه من جوه. وادي وصفه النهارده خلصت، يا رب تكون عجبتكم. فما تنسونيش بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايكات عشان يوصل لكل احبابكم واصدقائكم. وخش جربيه بسرعه وقولي لي في الكومنتات طلع معاكي ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في وصفة جديدة، وانتظروني معصومة.